السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 31 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد سبق معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن عدة أبواب متعلقة بكبائر اللسان، منها أن تكلمنا عن كبيرة رمي المسلم بقوله يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر، ومنها النهي عن دعوى الجاهلية، ومنها كذلك النهي عن الشفاعة في الحدود. وقد سبق معنا بيان الأحكام المتعلقة بذلك، إذ ذكرنا في الباب الأخير أنه لا يجوز لأحد أن يشفع في الحدود إذا بلغت السلطان، وبينا حين ذاك الحكم في ما إذا أراد الإنسان أن يشفع في الحد قبل بلوغه للسلطان، وأن ذلك جائز. وبينا كذلك في أن الناس يتعافون فيما بينهم في الحدود ولا بأس. وبينا كذلك آنذاك أن التعزيرات تجوز الشفاعة فيها على كل حال، عند الناس وعند نواب السلطان وعند السلطان كذلك. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا متعلقا بالخصومات أيضا وبالحقوق التي بين الناس، لكن من جهة اللسان. فقال رحمه الله تعالى: باب من أعان على خصومة في باطل. وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: قيل: يا رسول الله، وما رذغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وفي رواية: ومن أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه أبو داود بسند صحيح. الخصومات أيها الإخوة حاصلة في الناس منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، وستبقى إلى قيام الساعة. ولذا كان الناس محتاجين إلى الحكم وإلى الحاكم الذي هو القاضي من تلك الأزمنة إلى يومنا هذا. والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالله تبارك وتعالى أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وفيه بيان الأحكام المتعلقة بالحكم بين الناس والقضاء فيما بينهم. وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه لا يجوز لأحد أن يجادل أو يخاصم عن غيره في باطل، وذلك من كبائر اللسان. ولذا عقد المصنف هذا الباب واستفتحه بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعان أخاً له على أن يحصل على حقه، هذا من قبيل التعاون على البر والتقوى، وعكسه بضده،
فمن أعان آخر على أن ينتزع حقا من أخيه ليس له فقد أعانه على باطل، أليس كذلك؟ ولذا ساق المصنف في هذا الباب هذه الآية، ثم أتبعها بقوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. كذلك قد تعين أنت أخاك على الحصول على حقه بالشفاعة، وقد تعين الآخر على أن ينتزع ما ليس من حقه بالشفاعة، لكن الأولى شفاعة حسنة والثانية شفاعة سيئة. والشفاعة أخذت من الشفع لأن صاحب الحاجة يكون في ابتداء الأمر لوحده منفردا، فإذا جاء الشافع فإنه يكون مع هذا المنفرد اثنان فيكون شفيعا له، ومن هنا أخذ لفظ الشفاعة. فإذا ذهبت وشفعت له بشفاعة حسنة ليحصل له على حقه فسيكون لك من تلك الشفاعة نصيب من الأجر. لماذا؟ لأن الذي سيؤجر هو من شفعت عنده، أليس كذلك؟ ذهبت مثلا إلى الوالي فشفعت لأخيك المسلم بشفاعة معينة ليحصل بأمر معين عند الوالي، فأعطاه الوالي ذلك، الذي سيؤجر من؟ الوالي، وسيكون لك أنت لأنك الشافع نصيب من هذه من هذا العمل، وهو نصيب الشفاعة لك. وفي المقابل لو أنت ذهبت فشفعت شفاعة سيئة وانتزعت بذلك حق الآخرين، فإن الوالي إذا كان عالما بذلك بأنك تشفع في ظلم سيكون عليه إثم، وسيكون عليك أنت جزء من ذلك الإثم. ولذا قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ثم أعقب المصنف هاتين الآيتين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل، من خاصم أي من جادل في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يترك وينتهي عن مخاصمته. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وردغة الخبال سبق بيانها في باب البهتان، أليس كذلك؟ بأنها عصارة أهل النار. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا الباب أيها الإخوة ينبغي على من يمتهن مهنة المحاماة أن يكون به على دراية ومما فيه على حذر، فلا يحامي أو يجادل عن أهل الباطل في باطل علمه، لا يحامي أو يجادل عن أهل الباطل في باطل علمه، ولئن كان غيره يجب عليه الحذر أيضا، إلا أن التصاق ذلك بمهنة المحاماة أكبر، أليس كذلك؟ لأن هذا هو عمل المحامي، يحامي عن غيره، فإما أن يكون محاميا عن حق، وإما أن يكون محاميا عن باطل. وربما كان هذا المحامي قويا في حجته فينتزع من غيره حقا ليس لموكله، أليس كذلك؟ وربما حامى عن موكله بطريقة حسنة وفي حق، فانتزع من الظالمين الحق الذي لموكله. ولذا مما ينبغي التنبه إليه أن القاضي بشر يحكم على نحو ما يسمع، فإذا كان هذا المحامي قويا في حجته قد يميل القاضي إلى حجته فيحكم بها. ولذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له
قطعة من النار. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بعض الناس اليوم أيها الإخوة يظن أنه إذا حكم القاضي له أن ذلك إيش يبرئ ذمته، لا، غير صحيح. أنت تعلم هل هذا الحق الذي أخذته من خصمك هو حق لك أو ليس بحق لك. قد يكون القاضي حكم لك لأنك أنت أديت اليمين، قد يكون القاضي حكم لك لأنك أتيت بشهود زور، قد يكون القاضي حكم لك لأن حجتك ألحن من خصمك، قد يكون القاضي حكم لك لأن خصمك نكل أو ما حضر، فرأى القاضي أن هذه القرائن المحتفة تقوي جانبك فحكم لك بها. لكن أن تعلم هذا الحق الذي أخذته أو هذا المال الذي أخذته هل هو لك ولا هو حق لخصمك؟ وستقف يوم القيامة أمام الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيسألك عن هذا. كل إنسان سيسأل عن جميع ما لديه، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيحاسبك الله جل وعلا على هذا الحق الذي انتزعته من خصمك. فلا يظن الظان أن حكم القاضي يعطيك صك براءة يوم القيامة. نعم، هو في الدنيا يعطيك هذا الحق، وهذا الصك يكون حجة لك تنتزع به ما عند الخصم، لكن يوم القيامة يحاسبك الله على ما في القلب. القاضي يحكم بما يظهر، لكن ما في القلوب تكون عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة أن المحامي وإن كان لا يجوز له أن يحامي عن باطل، إلا أنه يجوز له في بعض الأحايين أن يخفي بعض الأمور، وذلك بمثل ما ذكرناه سابقا في الحدود. فإذا علم المحامي أن الواقع في حد من حدود الله سيتوب أو وجهه للتوبة فقبل، فيجوز للمحامي ألا يبدي عند القاضي اعتراف موكله، بل يجوز له أن يقول لموكله لا تعترف واذهب وتوب ويتوب الله عليك، أليس كذلك؟ إذا كان هذا يجوز للقاضي، يجوز للقاضي أن يصد عن اعترافي الجاني الذي وقع في حد من حدود الله، بل يجوز للقاضي أن يخبر أعوانه بأن يقول له قبل أن يدخل مجلس الحكم والقضاء لا تجعلوه يعترف واصرفوه وقولوا له تب يتوب الله عليك، بل يجوز للقاضي أن يلمح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك الرجل الذي زنى فقال له يا رسول الله إني أصبت منها ما يصيب الرجل من زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست، يريد أن يصرفه عن الاعتراف حتى يذهب ويتوب ويتوب الله عليه. بل حينما رجم ماعز رضي الله عنه هرب من قوة الرجم رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذلك لحقوه الصحابة ورجموه حتى مات تطبيقا للحد. لكن لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ هذه كلها أمور تجوز للمحامي أن يفعلها، تجوز للمحامي أن يفعلها. فهناك بعض الأمور التي لا يجب على المحامي أن يظهرها أمام القاضي، خصوصا ما جاءت به الشريعة، لكن لا يجوز له في حال من الأحوال أن ينتزع حقا من خصمه ليس لموكله. أما ما يكون من حقوق الله ومن الحقوق العامة التي تسمى الحق العام، هذه يجوز للمحامي أن يخفي شيئا منها، أن يقول لموكله لا تعترف واذهب وتب، ويجوز أن لا يبدي للقاضي ذلك، لأن هذه حقوق لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وهذا الباب له تعلق في الباب السابق. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم. هذا الباب أيها الإخوة تابع لما قبله، إلا أن السابق في عدم الإعانة على الباطل، وهذا في الإعانة على الحق وما فيه من الخير.
ولذا ربما كان السكوت في بعض الأحايين خيرا من الكلام، ولذا جاء الأمر به في هذا الحديث. الناس كما ذكرنا تقع منهم خصومات بشكل دائم، وستبقى هذه الأمور إلى قيام الساعة، لكن أحيانا بعض الخصومات السكوت عنها خير، أليس كذلك؟ السكوت عنها خير، إما في ذات المجلس أو في ذات الواقعة، وإما بعد ذلك. لو جاءك إنسان وقال لك أنت شفت فلان وفلان الأسبوع الماضي حينما تخاصما، أنت تتذكر هذه الخصومة وتجد أن السكوت عنها خير، فلا تتكلم بها، لا تتكلم بها. لكن قد يكون هذا الذي جاءك يريد الإصلاح، أليس كذلك؟ فتخبره بما حدث ليذهب ويصلح بين هذين الاثنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. والكلام على ثلاثة أقسام: كلام فيه خير أو كلام فيه خير، وكلام ثاني فيه شر، والكلام الثالث ما هو؟ لا خير فيه ولا شر، سولف، أليس كذلك؟ ما أكثر الكلام في المجالس التي تكون لا خير فيها ولا شر. طب ليش تتكلم؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا تتكلم؟ ولذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم بالشر، ما قال كذلك، قال: فليتكلم بالخير أو ليسكت. اسكت عن الشر وعن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر. ولذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنت إذا حدثت بكل ما سمعت، وفي رواية إثما، أنت حدثت بكل ما سمعت، ستحدث بالكذب والباطل والشر الذي ستسمعه، أليس كذلك؟ لأن كلام الناس فيه الخير والشر والصدق والكذب والحق والباطل. إذا أنت بتنقل هذا كله، تنقل لزاما الشر والكذب والباطل الذي تسمعه. ولذلك كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب دقيقا: تكلم بخير أو اسكت، لا تتكلم بالشر ولا تتكلم بكلام لا خير فيه ولا شر. ومن جميل ما أنقله لكم ما أورده الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله في منظومة في آداب الطلب، قال: ولو يكون الكلام في القياس من فضة بيضاء عند الناس إذن لكان الصمت من عين الذهب. فافهم هداك الله آداب الطلب. إذا كان الكلام من فضة، وهذا مثل شائع يعني عند الناس، فالسكوت من ذهب. وهاتين البيتين الحقيقة مما ينبغي على الإنسان أن يحفظهما ويرددهما حتى يعود لسانه على الصمت. لا تتكلم إلا بالخير، عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فانظر لنفسك واختر كيف ترتاد، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. ومن العجيب أيها الإخوة أن في إحصائية قرأتها ذات مرة ولا أدري عن صحتها، لكنها واقعية نوعا ما، أن الرجل يتكلم في اليوم والليلة 35,000 كلمة، وأن المرأة تتكلم في اليوم والليلة 70,000 كلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: رب كلمة يقولها قائلها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة. وفي رواية: أبعد مما بين المشرق والمغرب. طب أنت وسط آلاف الكلمات التي تتكلم بها يوميا، هل تأمن أن تكون كلمة واحدة أوبقت دنياك وآخرتك؟ ذلك الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان. انظر دافعه، انظر دافعه، قال هذه الكلمة لما رأى من ذلك الشخص من كثرة الذنوب والوقوع في الإثم، قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت له، لذلك الشخص الذي قيل عنه ذلك، وأحبطت عمله، أحبط عمل القائل. قال الراوي: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. اليوم يا أخواني، ما أكثر الذي يمزح بالكفر. ومن ما ذكره الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، إن لم أهم أنه في هذا الكتاب، أن الاستهزاء بالدين
يكفر صاحبه به فورا بلا نظر آخر إلى بقية الأمور الأخرى من جهة الدوافع أو غير ذلك. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذا يكون الإنسان حذرا في أن يطلق لسانه في كل أمر، وليحذر على وجه الخصوص في أن يتكلم في الخصومات. كم من بيت يا أخواني اليوم حصل فيه الطلاق بسبب كلام الناس؟ المشاكل الزوجية الأصل أو المفترض أنها لا تخرج عن الزوجين، لكن يأتي الزوج فيتكلم أو تأتي الزوجة فتتكلم، ثم تأتي هذه المشاكل وتلاك في ألسنة الناس، ثم تكبر المشاكل ولا تكون لها نهاية فيفترق الزوجان، أليس كذلك؟ والخصومات بين الأخوة، بين الأقارب، بين الأرحام، بين الأصدقاء، أغلب ما يعني تسببه من تضخيم لها الكلام، نقل الكلام وتضخيم الأمور، وفلان قال وفلان قال، حتى يأتي كل واحد من الخصمين ويريد أن يكون هو البطل عند الناس، ثم تكبر المشاكل إلى هذا الحد. ولذا كان مما أمرت به الشريعة السكوت، ومن الكبائر أن يخاض في هذه الأمور بخلاف الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.